طيب احنا هنعيد بس حتة الاوفرلاي. احنا حاولنا بكذا طريقة نعمل اوفرلاي، وقلت ان احنا ما جبناش الطريقة او ما جبناش الدرجة اللي احنا عايزينها. وعشان اجيب الدرجة اللي انا عايزها، الاحسن ان انا اعمل بي فور. طيب الدرجة اللي هو عاملها او الطريقة اللي هو عاملها، هو جايب صورة وحاططها، يعني صورة لون رمادي ومقلل الشفافية بتاعتها وحاططها فوق الصورة دي، وانا مش عايز ده، يعني مش عايز احط صورتين فوق بعض. انا مش عايز اكتر الصور في التمبلت ايه بتاعي. فلما جينا بصينا فين الهيدر اهو ككل، ولقينا حاطين صورتين، الايمج والاوفرلاي. اهي دي الاوفرلاي 200 في 200، صورة كده ايه لطيفة، وجبنا اللون بتاعها طلع اللون ده عادي تمام. فهي النقطة ان هو لا، هو نفسه جايب صورتين في بعض، لكن احنا مش هنعمل ده. ليه مش هنعمل ده؟ علشان موضوع ان احنا نحط صورتين في بعض ممكن يتقل ايه التمبلت شوية، وده اول تمبلت لينا ومش عايزينه يكون تقيل ونتضايق منه ونقريف. فاحنا هنعملها بطريقتنا احنا، ان احنا نعمل عنصر زايف كده اللي هو بالبي فور، وقول له البوزيشن بتاعك يا عم ابسوليوت. وهنا البوزيشن سيبك من ترتيب البروبرتيز بتاع السي اس اس دي، هنتطرق لها بعدين يعني. وقلت له الكونتنت، المحتوى اللي في العنصر ده فاضي، كأني بحط ديف فاضي بالظبط. قلت له الويتس، خليني احط له لوني الاول عشان تشوفوه هو بيكبر اللون ده. هتقولي هو فين يا عم؟ هقولك لو اديت ويتس 100% وهايت 100% هتلاقيه خد كل ده معاك. وعلشان لما تكبر وتصغر الشاشة الدنيا بس يعني مبص، ليفت زيرو يلزق فوق ويلزق شمال بالطريقة دي. وهتحكم فيه يا اما عن حاجتين، يا اما دي لو ار جي بي اي ودي 38 38 38 صفر دوت واحد دوت اتنين دوت سبعة، وتعملها بالطريقة دي. تيجي تقارن الاتنين هتلاقيهم قريبين جدا بالظبط من بعض. لو خليت دي تمانية كده أو سبعة، وخليت دي 35 35 35، فبقت حرفيا نسخة منها تمام. أو ممكن أعمل إيه تاني؟ خليني ناخد دي كوبي، ونحطها في كومنت. طيب اللون اللي هو بيستخدمه، احنا قلنا على الايمج الاوفرلاي، وقلنا ان اللون بتاعها لون غريب كده. ماشي. اللون بتاعنا هنا اللي هو شباك 5D5، واجي اقول له الاوباسايتي او الشفافية بتاعتك يا عم 7 0.7، ادتني نفس اللي عنده على طول تمام. طيب فممكن ان انا العب في الحته دي. هتيجي تقولي بص بقى الكلام اختفى تحت، ودي مشكله الايه الاوفرلاي والكلام ده. بص الكلام تحت هنا اهو. طب انا عايز اعدله هعمل ايه؟ طيب العنصر ده مش مهم بالنسبه لي قوي، فهديله زد اندكس الطبقه بتاعته سالب واحد تمام. احنا لغينا الكوز بتاعها اصلا، الطبقه بتاعته سالب واحد. هتقولي بص يا عم جه فين؟ طب صفر واحد، خلينا نديها واحد، ونروح للهيدر السكشن اللي احنا هنتحكم فيه كله اسمه ناف صح. بعد كده البانر تايتلز تمام، يعني الهيدر كله فيه ناف وفيه السكشن. خليني طيب اجي اقول للناف
يا ناف انت هتبقى زد اندكس 2، عمل ايه؟ هل ظهر مثلا فوق؟ المفروض الناف يظهر فوق. لا، طب لو خليه ده صفر سالب واحد اختفى ورا. طيب الهيدر بقى لو خليته زد اندكس 1، اهو الدنيا ظبطت ولغيت ده من الناف كمان. طيب النقطة ان انا اديته طبقة سالب واحد واديت الهيدر نفسه 1، ما هو ده يعتبر عنصر مستقل بنفسه، خليته ورا خالص والهيدر خليته 1، فطلعتهم الاتنين من حكاية العناصر اللي فوقيهم دي كلها. طيب بقى عندي كده ايه؟ بقى عندي الناف. طيب الناف ده لو جيت اديته باك جراوند على سبيل المثال ريد عشان نعرف هو اني، او ممكن اعمل دي كده، هتلاقيه الجزء اللي فوق. ولو فاكرين الجزء اللي فوق كان عامل ازاي، الجزء اللي فوق اهو كان فيه الكلمة دي هنا وكان فيه الالمنتس الناف بار هنا. فاحنا هنمسك واحدة واحدة، نمسك اللوجو. تمام. طيب اول حاجة علشان اخليهم يجوا جنب بعض بالشكل ده مش عاجبني. تمام. طيب فهاجي اقول له كده بادنج 15 بكسل من كل ناحية، 16، طيب 30 بكسل من كل ناحية، واظن ده اللي هناك عامله 30 بكسل من فوق. تمام. ومن اليمين والشمال مديله اكتر من كده، تقريبا 38 بكسل. طيب احنا ممكن نزودها شوية، نخليها 3 اي ام، واحنا قلنا الواحد اي ام بيساوي كام؟ بيساوي 16 بيكسل. احنا كل ده تدريب على اللي فات. ممكن اخليها واحد يعني. طيب ماشي، عايز بقى اخليهم جنب بعض. فالناف نفسه لا، هو ديسبلاي بلوك. تمام. ده الاصلا بتاعه، انا عايز العنصرين يجوا مع بعض. اني عنصر السكشن اللي اسمه لوجو سايد. تمام. السكشن اللي اسمه لوجو سايد. طيب ديسبلاي ان لاين داش بلوك عشان ياخد ويدث وهايت، والسكشن اللي اسمه ناف منيو هديله ديسبلاي ان لاين بلوك. الاتنين جم جنب بعض بالطريقه دي. طيب كويس جدا. فاضل ايه تاني؟ فاضل ان انا اجي للوجو وافضل اتحكم فيه، اشوف الناتج هيبقى عامل ايه. خليني اقلل بس البادنج شويه عشان كده فعلا زياده قوي. لو خليته صفر بص هتلاقي العناصر عامله ازاي. فانا هخليه من فوق وتحت 3 اي ام، ومن يمين وشمال 4 اي ام. طيب اللون الاحمر اذي العين، فهخلي الخلفيه ترانسبيرنت شفافه عشان تبقى بالطريقه دي. طيب هاجي لللوجو سايد او السكشن اللي فيه اللوجو، وهروح اقول له اول حاجه مارجن من فوق وتحت 0 بكسل، يمين وشمال 20 بكسل بالطريقه دي عشان يحافظ على نفسه. لو حطيت الماوس هنا هيقول لي هو اني. طيب اروح اللوجو سايد الاتش 1 اللي جواه، هقول لها ايه بقى؟ كولر الاف اف اف او الالوان اللي احنا خدناها دي، الفونت سايز 1.5 اي ام، سيبها انت بقى عشان تبقى بالطريقه دي، 1.4، فونت فاميلي اريال اللي موجود في كل حته بالطريقه دي، فونت ويت بولد، وهقول فونت تكست ترانسفورم ابر كيس كله. تمام. طيب هاجي بقى للوجو سايد ال H1 اللي تبان اللي جواها واللي هتكست ترانسفورم، فن
لا معلش فونت ويت سن. طيب المفروض ان انا لما اقول لها ثن ان هي تبقى ايه عادية خالص. تمام طيب فانا قلت لها هنا انت هتبقي initial. لا انا عايز lighter بولدر ده الاسمك. طيب ده الفوق ده اللايتر. تمام طيب خلينا كده نبص بص على التمبلت هناك ونبص بص على الايه على يعني على اللي احنا عاملينه. اعتقد يعني ان هو الحجم اصغر من كده بتاع الفونت سايز. هو واحد بس واحد تلاتة يعني او واحد اتنين بالشكل ده. تمام تعالى بقى نبص هناك شكل الخط طبعا مختلف زي ما قلت لكم لان في ايه اشكال مختلفة يعني هو مستخدم خط مختلف تماما يعني. ونبص هو عشان مستخدم الخط الريلوي المهم ان انا عمال اقول له ثين ثين الثين اللي هي 100 او اللايتنج بس انا عشان متأثر بالبوردر ويتس يعني. طيب احنا كده يعتبر عملنا اللي احنا ايه عايزينه. تمام طيب طالما عملنا اللي احنا عايزينه بنفس الشكل وفهمنا الفكره بس هو مستخدم فونت مختلف يبقى الدور ان احنا نعمل الايه النايف بار بتاعنا. فهنيجي نقول له النايف منيو. خلينا بقى كده الناف منيو دي جواها ايه يا شباب؟ الناف منيو دي جواها يو ال. طيب واحدة واحدة كده هي ناف منيو انت جواكي يو ال. اليو ال دي جواها ال اي. ال ال اي دي كل واحدة فيها عايزها ديسبلاي ان لاين بلوك بالطريقة دي كده. واقول لها ليست ستايل. قبل اي حاجة بس عايز اوريك حاجة ان انا ليه بعمل ليست ستايل. ممكن اقول له ليست ستايل نن عشان الكروت السوداء او الدوريات السوداء اللي هي موجوده الناحيه دي او خليني بس ماشي ماشي اللي هي موجوده في الناحيه اللي فيها ال اي الليست الحاجات السوداء اللي هنا دي تتشال. طيب display inline dash block عشان تاخد ويتس وسايز ويتس وهايت عفوا واحنا شايفين اهو لنا على سطر واحد مفيش مشكله ومش مختلفين في حاجه. طيب هاجي اقول له ايه بقى؟ انا عايز اشيل بس الحاجات اللي بتبقى جايه مع المتصفح. اقول له تكست ديكوريشن نون. تمام تعال نشوف التمبلت هناك كان اللون ايه؟ كان اللون رمادي شويه ولما بتخش عليه بيقلب ابيض واحنا جبنا اللون ده تقريبا في لسته الالوان بتاعتنا. طيب قلنا الفونت سايز تقريبا كان 1.4 او 5 اي ام. خلينا نحوله اريال والفونت فاميلي اريال بالطريقه دي. ايه تاني الكالر تعالى بقى نجيب لسته الالوان بتاعتنا اللي احنا كنا فاتحينها اللي هي هتلاقيها في المشروع بتاعنا. فين المشروع بتاعنا 1 2 دوكس المين كالر و و و و طيب اكيد مش هو ده. دينا بنجرب. طيب ده جامد قوي يعني انا شايف ان ده جامد قوي يعني وده اغمق منه ومش باين. طيب احنا ممكن احنا نبتدع لون من عندنا او ممكن ما نبتدعش وما نعملش حاجة غير ان احنا نروح ناخد اللون من الراجل ده. طيب انا على فكرة ممكن اكتب كود اللون عادي يعني ممكن اخش اكتب كود اللون اقول لك اللون ده كود وكذا بس انا عايز بحطك في الشكل الحقيقي ان انت بتعمل تمبلت فايه اللي بيمر بيه وايه اللي انت بتعمله وايه اللي بيتم. تمام اهو 48 48 48 اهو.
فاحنا هنفتحه شويه عشان الباك جراوند عندنا ايه ما هي الا الاوباسيتي بتاعنا اغمق شويه يعني، فاللون لازم يكون افتح من عنده. فخلينا نفتح الكالر بيكر ونحط اللون ده ونجيب الافتح منه شويه اللي هو ده مثلا اللي هو 7C 7C 7C، وندوس F12 ونروح نبص على اللون ده كده. كويس. طيب اللون ده الى حد ما مظبوط شويه بس محتاج يتغمق، فاحنا هناخد اللون ونغمقه برضو شويه. C1 C1 C1، وهترسم في الاخر على CCC بالطريقه دي كده. تمام. طيب انا شايف ان هما بعاد قوي عن بعض، فخليها مارجن بين كل ال اي وال اي 10 بكسل من فوق وتحت ويمين وشمال، لا من يمين وشمال بس، خليها 1 EM عشان نبقى نستخدم الاي ام كتير ونفكر بيها بعض. وتقريبا هي المسافه اللي هنا. هتقول لي لا هي ابعد شويه، هقول لك ما هو انت دلوقتي لما تيجي تعمل للاي كفر وتديها الكولر هيبقى 3F بالطريقه دي كده مع ترانزيشن علشان التنقل الكولر 1 أو 0.3 ثانية، ونيجي هنا نخليها 5 ثانية. لاينر لو فاكرين اللاينر. طيب ونقول بادنج من فوق وتحت 0 بكسل، من يمين وشمال 10 بكسل، فهتلاقيها موازية اللي هناك. التكست ترانسفورم ابر كيس الفونت ويت لايتر عشان ترفع قوي. يجيش واحد يقول لي طب خلاص خليها 0، تمام مش هتستفيد اي حاجه 100 لحد ما تخليها بولد خالص يعني. فهي اللايتر هي اقل حاجه في الاريال الخط ده يعني. هيقول لي طيب بص هي موجوده هناك، انت بقى هتوديها هناك ازاي؟ والله في الموضوع ده في حلين جمال جدا. تمام. ممكن ان انا اجي لليو ال كلها اصلا كلها يا يو ال بعد اذنك انتي بوزيشن ابسوليوت رايت زيرو، والمنيو بتاعتك بوزيشن اللي هي الاب يعني ريلاتيف، فهتبقى كده. واحد يقول لي طيب خلاص اديها ويتس 100% وكمل الشغل بتاعك. تمام. والال اي واقعد لف بقى اللفه بتاعتك، الال اي اديها ويتس 100% بالطريقه دي كده. هيقول لي لا دي مالهاش ويتس 100% فاديها 100 بكسل. طيب ال 100 دي زودها شويه بالطريقه دي، هتلاقي ان هي ما بتاخدش ويتس، فتقعد بقى تلف على المشكله وتبدا تشوف ايه الموضوع ده كده. واحد يقول لي طيب اديها ديسبلاي بلوك. تمام. طيب وبعدين فهتقعد تدور على حلول كتيره جدا. بص واحد يقول لي طيب اديها هايت كده اما بعد مفيش. طيب هي ليها حلول يعني، ليها حلول تمام، بس مش ده الكيس الاحسن يعني، مش دي الطريقه الاحسن. طيب ايه الطريقه الاحسن؟ طيب لو قلت لك فلوت مثلا رايت تمام، ايه اللي هيحصل؟ تقول لي مش هيحصل اي حاجه. تمام. طيب هتقول لي طيب لا انا عارف المشكله منين. المشكله ان انت لازم تروح لللوجو وتديله فلوت ليفت. طيب تعال نجرب. مفيش مشكلة. ايه اللي تم؟ هتلاقي اللوجو سايد ليفت وفي نفس الوقت الناف موجودة اهي، مفيش اي مشكلة. تمام. فانا قدامي هنا حلين. الحل الاول
فانت تقدر تعملها بالفلوت، وتقدر تعملها بالبوزيشن، وتقدر تعملها بكذا طريقه. فانا بقول لك قدامك حلين دلوقتي، يا اما تروح على التمبلت وتشوف هو عاملها ازاي، يا اما تبدا تفكر. طيب انا عندي لو بصيت لل HTML هلاقي الحل على طول. الحل ان انا عندي الناف الكبير الهيدر جواه الناف، والناف الكبيره فيها ناف منيو ولوجو سايد. فانا كنت بدي بوزيشن لليو ال والناف منيو لسه ما اتحركتش، يبقى انا الحل ان انا احرك الناف منيو كلها. تعالي نجرب الموضوع ده كده. الناف منيو كلها اهي اديتها بوزيشن ابسولوت. طيب يا عم ماشي شكرا. والناف نفسه فين فين احنا اهو، اديله بوزيشن ريلاتيف. كويس جدا. فلو عملت كده وقلت له مثلا ابعد، ماشي فين الابسولوت، ابعد عن الرايت بتلاتة مثلا، او خليها بستاشر بيكسل، هيظبط معانا. هيقول لي بص يا باشمهندس دي مش مظبوطة زي دي، يعني بص دي هنا ودي هنا. اقول لك خلاص عادي، ابعدها عن البوتوم مارجن بوتوم بالاتنين او التلاتة بيكسل اللي مضايقينك. هيقول لي اه لا ده بص ما بتستخدمهاش. طب جرب امبورتانت كده، امبورتانت دي يعني اجبرها ان هي تعمل حاجة دي، ما اشتغلتش. فانا مش عارف المشكله منين. طيب اول حاجه لو جينا نقيس الموضوع، تعالى كده نعمل بالانونيت فين فين فين، ناخد سهم عشان نحط حد. بس بص كده تلاقيها جايه هنا. طيب احنا الحل بتاعنا ان احنا عايزين نجيبها عند الاحمر اللي هو هنا، وهم نرفعها عن كده. انا لو قلت مثلا بوتوم بس واحد بيكسل، اه لزقت في الناف. طب عشرة. طيب لو غيرت بقى بوتوم بالتوب هلاقيها لزقت فوق خالص. طيب لو قلت بعيد عن التوب 50%. طيب والبوتوم سالب 50%، 40 30، ما بيحصلش اي حاجة. طيب خلينا نعكس الموضوع واقول لك انا ليه بعمل الحركة دي قدامك. الحركة اللي انا بعملها دي هتلاقيها معمولة في اغلب الاماكن عشان تسنتر الحاجة بالفيرتيكال، تمام؟ بس يعني مش بالطريقة دي قوي يعني. والطريقة دي انا ما برجحهاش يعني. انا ممكن على سبيل المثال اقول له توب 40%، قستها لقيتها ان هي مش جايه معايا والله، يبقى 35%، وهي جت عند الاحمر بالظبط. فلو جينا شلنا الكلام ده هي مظبوطه معايا. واحد يقول لي صغر وكبر الشاشه، حاضر من عينيا، مش هقول لك لا. ها امر عايز ايه زي ما بيقولوا ايه مشكلتك؟ مش فاهم الراجل اهو. تمام معايا، تمام يا شباب. انا لحد دلوقتي هم مش شايف الحمد لله اي مشكله واجهتنا، والمشاكل اللي بتواجهنا بنحلها على طول. طيب طيب فانا شايف ان احنا كده عملنا اللي احنا عايزينه بالظبط. هتلاقي بس كلمه باي تمبلت وسبيتيال قريبه من بعض شويه، فممكن تحلها بالايه، بالورد سبيسنج عادي. لو رحنا فين 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 الاسبان، الورد سبيسنج سالب، او خليها مثلا 2 بكسل، سالب 2 بكسل، 3. سالب 2 كويس يعني. طيب بالطريقة دي كده، و ابعد عن التاني بخمسة أربعة بيكسل كده. أقول لكم حاجة، أنا ممكن أجي قبل الـ H1 دي كطريقة جمالية بقى، أقول له عادي B4، أنا بجود من عندي الكونتنت فاضي، بوزيشن أبسولوت ليفت زيرو، او بلاش ليفت زيرو عشان هوريكوا ليه المشكله او بيحصل ايه. الباك جراوند ابيض بالطريقه دي كده، ويتس
10 بيكسل والهايت 10 بيكسل. شايفين المربع اللي اتعمل فوق ده؟ خليني اخليه بالرد عشان تشوفوه. شايف المربع الاحمر ده؟ اهو ده B4. طب لما انا اجي بقى اقول له ال H1 بتاعتك، هو المفروض البي 4 انا حطيتها هنا بس عشان تشوفوها، لكن هي المفروض بعد ال H1، يعني العنصر المزيف بعد العنصر الحقيقي ده المفروض، وعملنا غلط ده فوق على فكره. طيب فلو قلت له ليفت 0، طيب فجي هنا ليه؟ علشان انا ما قلتلوش ان ال H1 الاصليه هي الاب بتاعه، فجي هنا اهو والتوب 0. طيب لو اديته هايت 40 بيكسل، او مش 40 كتير، خليها 30 بيكسل، والتوب سالب 10 بيكسل، والهايت 35، وهقول لكم ليه. حلو 50. والويتس انا عايزه 1 بيكسل اصلا، ايه 4 بيكسل بالطريقه دي كده. والليفت سالب 20 سالب 50 بيكسل. بس والتوب معلش هنضطر ان احنا نخليه 13 او 14 بيكسل 11 بيكسل. احنا ما بنعملش تمبليت ريسبونسيف عشان لو الحكايه دي باظت منك يعني، ونخليها ابيض تاني. والويتس 2 بيكسل، او ممكن اخليها اللون الاي اللي تحت عشان تبقى لايقه قوي مع بعض، اللون اللي هو السي سي سي ده، بس بالطريقه دي كده. واجي احطه كباك جراوند، تمام. فعادي انا ممكن اعمل اللي انا عايزه اهو، برضو ما باظتش، تمام. طيب يا شباب نكمل بقى باقي التمبل بتاعنا عشان ما نضيعش وقت. طيب مش عارف ايه اللي خلاها تظهر دي. لو جينا هنا بقى بصينا ايه الجزء اللي جاي، تعالى ناخد ده بس سيف ونحطه عندنا ايه في المتصفح بتاعنا عشان كل ده ما بيتحفظ. بص كنترول اس، اللي دي فاضيه، قلت له عارف مش مهم. طيب تعالى ايه اللي فاضل لي في التمبلت، تعالى بقى نعمل الجزء ده من ثم الجزء ده من ثم الجزء ده. اول حاجه عايزين نعملها كلمه هايدرا، ودي موجوده فين؟ موجوده في السكشن الاول اللي اسمه اللوجو سايد، والتاني الناف منيو، ده جوه الناف هنا اهو، لوجو سايد والناف منيو ده خلصنا منه، والناف اصلا خلصنا منه. عندنا البانر تايتلز، البانر تايتلز جواه H1 وال H2 واللينك بتاعنا. فتعالى نشتغل بقى البانر تايتلز، واحط كومنت هنا واقول ايه البانر تايتلز سيكشن، ونيجي هنا نحط البانر تايتلز ونقول البانر تايتلز سيكشن ال H1. طيب الكالر خليها ابيض، لو اتاكدت هناك هتلاقيها اسباتيال بيضة برضو. والكلام اللي تحت اللي هو الريم ابوسم دولار سيت امت ده هو اللي بلون تاني. فخلينا نشتغل على جزء جزء. طيب وهقول له الفونت سايز اظن ان هو 3 EM، انا بقى هفتري شوية واخليها 4 EM، والفونت فاميلي هو الاريال بالطريقة دي كده. وهاجي اقول له لازم من وقت التاني واحد ياخد بصة بالذات بذاكرة السمك اللي عندنا دي، الابر كيس. طيب الليتر سبيسنج 3 بيكسل، فواحد بقى يجي يقول لي طب هتجيبهم في النص بالبوزيشن، ولا هتروح بالبانر تايتلز ده تقول له تكست مثلا الاين سنتر كده بالطريقة دي، تمام.
وتيجي تقول له والله انا عايزك مارجن مثلا من فوق وتحت اوتو ومين يمين وشمال صفر بيكسل، هل كده هيظبط معاك؟ واحد يقول لي طيب ابص اعمل مثلا مارجن توب 50%، او معلش 40%، فوق شوية بس يعني هنخليها 15%. فتيجي كده تبص للبانر تايتلز هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان هي جت هنا. طيب هتيجي بقى معلش عشان دوست كنترول اس ففتحها لي تاني. واحد يقول لي طب صغر كبر ما اتحركتش من فوق لتحت، اذا انا في السليم. دي حركة سريعة أنا ممكن أعملها بالبوزيشن عادي جدا وهيكون صح مش مشكلة يعني. تعالى بقى للكلمة اللي تحت دي اللي هي المفروض البانر تايتلز اتش 2 فونت سايز. طب أنا اشتغلت فوق الكالر الأول، ليه ما نظمش نفسي وأخلي الكود بتاعي منظم؟ هتقولي عشان أنت قلت لي ما اهتمش بالأكواد والألوان والكلام ده دلوقتي، أقول لك صح مظبوط مفيش مشكلة. كمل زي ما انت وخلي الفونت سايز 3 اي ام كتير قوي 2 فونت فاميلي اريال. هل الكلام كله كابيتال ولا في سمول والكلام ده؟ خلينا نقول له الفونت ويت اصلا لايتر عشان يبقى كده. طيب على ما اظن يعني ان الخط ده ارفع من الاريال طبعا. خلوني بس اقول له التكست ترانسفورم upper case. طيب الورد بريك، ايه بقى الورد بريك؟ انا مش عايز الجملة كده، انا عايز الجملة تتكسر تحت بعضها عشان الجملة دي بالنسبة لي كبيرة. هتقولي طيب ممكن تستخدم الوايت سبيس. طيب وبعد الوايت سبيس هتقول له بري، او هتقول له مثلا بري راب بري لاين. الكلام ده برضو كله ما تجابش معاها. طيب خليني اقول word wrap مثلا break word break all. طيب هو مهما عملت مش هتتكسر لان الحجم ده يعني الويتس هو واخد الويتس بتاعه كله، هو ما عندوش مشكلة. طيب واحد يقول لي يا اخي طيب اهو ويتس 20 بيكسل، بص راحت فين لزقت في اخر الدنيا. فانت لو قللت الويتس، خليني بس اديها 50%، لو قللت الويتس خاطرت بالايه بالتكست الاين. واحد يقول لي طيب عادي اديها مارجن صفر بيكسل اوتو اهي بس يا يعني ما حصلش اي حاجه. حد شايف ان حصل اي حاجه؟ لا انا ما شفتش حصل اي حاجه. 40% وحشه قوي، خلينا 45% بالطريقه دي كده. طيب احنا التمبلت اللي احنا بنعمله ده اولد سكول قوي يعني، مش عايزين السطر اللي فوق كبير واللي تحت اصغر منه بس ما نفتريش يعني. ال 40% انا شايف كانت لايقه. 43 طيب انت مش عايز تيجي 40 يا 43 44؟ طب 43 ونص 41 ونص 7 من 10 و8 من 10. محدش يعمل اللي احنا بنعمله ده، احنا ممكن نزود كلمة عادي. طب احنا كده بنضيع وقت فعلا. خلي بقى في لاين هايت 1.5 زي هو محطوط هناك،
او اتنين، اتنين بس اكتر، ان هي 1.8 احسن يعني. ما معلش يعني ما. طيب في برضه انا لاحظت كده حاجه غريبه، ان تحت ال H1 دي اظن يعني اظن ان في بادنج من فوق 0 بكسل، يمين 0 بكسل، من تحت 10 بكسل، من شمال 10 بكسل. طيب هل عملنا نفس الشكل؟ يعني الى حد ما، الى حد ما احنا اجمد من الناس دي. عارف التمبلت ده لو كان فيه احمر كان الموضوع بقى خطر جدا يعني. طيب والراجل ده برضو عنده بادنج من تحت شوية، ايه يعني تحسه ايه كاره الزرار ده كده. طيب الزرار اللي كارههم او هما اللي كارهينه، بس في مسافات غريبة ايه. طيب كده كده الزرار هياخد مارجن ايه. خلينا بقى نقول البانر تايتلز الايه اللي جواه هياخد تكست ديكوريشن نون. والله اللون الازرق ده غريب جدا. الكالر اعتقد ان هو ممكن نجيبه هنا بقى. البوتون برايمري كولر هو ده. نفف الاول. الباك جراوند هو اللون ده. هو فعلا. طيب. اقول له فونت سايز انت يا عم 1 EM انت. ونص. هو 2 EM. بادنج من كل النواحي بقى لا من فوق وتحت 10 بكسل، ومن يمين وشمال 15 بكسل. تمام. طيب احنا ممكن نقول تكست ترانسفورم ابر كيس فونت فاميلي اريال. سبحان الله ملهمش اي علاقة ببعض. احنا افورنا قوي. طيب احنا نخليها نرجعها 1.5 تاني. وبانينج من يمين وشمال 25 بكسل، من فوق وتحت 30 بكسل. بس بالعكس يعني الفونت البوردر راديوس 10 بكسل من كل النواحي. حاسس ان انا بوظت التمبلت سيكا. طيب هنقول له بقى ايه الحتة بتاعتنا مارجن توب اصلا 10 بكسل وما حصلش اي حاجة. ليه؟ عشان الراجل ده انلاين. طيب واحد يقول لي طيب كانت دي ديسبلاي بقى بلوك. اقول له طيب هيبقى بالطريقة دي. قال لي خلاص خليه انلاين داش بلوك. وليه من الاول؟ ما انا ممكن استخدم لاين هايت او مارجن بوتون للحته اللي فوق دي، لكنكم تحبون المارجن. طيب احنا هنعمل حاجه عشان نحاكي الخط اللي هناك. هنقول له بس الليتر سبيسنج 1 بكسل بالسالب. نص بكسل كده نضيف يعني. فكرة وحشة محدش يعملها. بس ده بولد شوي. فونت ويت بولد. تاتا. نفس الشيء. احنا طبعا احسن بكتير يعني. كبر. صغر. كبر صغر. الدنيا لطيفة يعني. هو مش ريسبونسف طبعا يعني. تعالوا بقى نحفظ الكلام ده. فين في المتصف في ال الايه محرر الاكواد بتاعنا. طيب انا لاحظت ان انا لما بعمل هوفر اللون بيتغير الى حد ما. تمام. فانا لما حاولت اجيب اللون ده اللي هو بيتغير له ما عرفتش. فاستخدم طبعا الاضافه بتاعتنا الجامده جدا اللي بتبوظ الكالر بيكر.
اف 328، اف 328 هو نفس اللي عندنا تقريبا يعني، بس احنا هنجيب حاجة افتح شوية، ناخد اللون ده نحطه كهوفر يعني. متنساش تضيفه عندك هنا، نحط مثلا نقول له اند هوفر. ده والله والله يا عم البانر تايتلز، انت لما يجي اعملها كفر تعالى هنا الباك جراوند بتاعتك هتكون اللون ده. ما تنساش تحط الترانزيشن عشان يعمل لك تأثير التنقل البسيط الجميل، 3 ثانية على كل حاجة. جميل. طيب الاي بس. طيب خلينا على الباك جراوند بس. خدنا اللي احنا عايزينه. طيب تعالوا نكمل باقي السكشنز. كده نكون عملنا الهافر، ما تنساش تنقله للكود بتاعك. طالما خلصنا الجزء ده من ناحية السي اس اس والكلام ده كله، فخلينا نقفله الهيدر كله ونمسك الفيرست سيكشن. الفيرست سيكشن فيه ايه بقى؟ هو المين عموما. طيب المين لو لاحظت في التمبلت هنا هتلاقيه واخد من يمين وشمال فيه شوية بادنج كده، فاحنا الكلام ده عايزين نعمله. لو حسبنا المسافة دي هتلاقيها من شمال كده بتاع مثلا 20% ومن يمين 20%، ده كتوتال يعني. ولو جيت هنا هتلاقيها قلت، ولو جيت هنا هتلاقيها نفس المساحة تقريبا. فأعتقد إن احنا ممكن نعمل حاجة من الاتنين، نخلي التمبلت في السنتر عادي ونتحكم في المسافة الفراغ اللي هنا واللي هنا ده عادي بالمارجن، أو نخلي المين بينه وبين الليفت والرايت في أصلا مسافة، وأوريكم نعمل إزاي الكلام ده. يعني أجي هنا أقول له مثلا والله يا عم مين، أنا لاحظت إن أنت هناك في منك مارجن من فوق وتحت، مفيش انت عادي مظبوط من فوق وتحت، من فوق بس في 10 بكسل بينك وبين الهيدر، يمين وشمال خليها مثلا 5% عشان نستخدم البرسنتج كتير، ومن يمين ومن شمال 10% بالطريقة دي. طيب وهنقول مثلا ان هو ماشي. ده من فوق وده يمين، انا تحت عايزه 0 بصراحة، 0%، وهقول له انت شمال 10% تاني. يبقى كده من فوق 5% ومن اليمين 10%، تحت 0% شمال 10%. بعد كده انا قدرت اوفر المسافة اللي هنا دي. طيب احنا ممكن نخليها 15، يمين و15 شمال بالظبط كده. فدي فكرة كويسة يعني عشان التمبلت يبقى ايه معايا كده. طيب نيجي بقى للي بعدها. ايه اللي بعدها؟ الفيرست سيكشن في الليفت سايد والرايت سايد. فتعالى نمسك الفيرست سيكشن اصلا الاول في الليفت سايد والرايت سايد. طيب الاتنين جنب بعض لو خدتوا بالكو، بقول له الفيرست سيكشن الليفت سايد، هيقول لي display inline block، ونفس الشيء للرايت سايد. وهوريك حاجة دلوقتي. طيب ليه ما جوش انلاين بلوك جنب بعض؟ عشان ده الليفت سايد وده الرايت سايد. الليفت سايد في اتش 1 و اتش 2 والرايت سايد كذلك. فهاحد هيجي يقول لي خلاص دي فلوت ليفت دي فلوت رايت. خلونا بس نشتغل على الاتش 1 كده عشان ايه تبان. الاتش 1 كان لونها تعالى نمسك باليتة الألوان بتاعتنا، باليتة الألوان البرايمري تكست كولر اللي هو الاي كتيرة دي، فنقول الكولر
الحقيقة مش هو ده ولا حاجة. طيب أنا هعمل شوية تغيير من عندي. طيب اللون ده كويس، هنقول الفونت سايز 4 EM، الفونت فاميلي على سبيل المثال اريال، مش على سبيل المثال ده حقيقة يعني، طيب طيب بس بنقل الالوان. راح فين الفايرفوكس؟ فونت فاميلي اريال، تعال ناخد ال H2 واللي هي تحتيه اللي هي تقريبا 2 EM. بالطريقة دي كده. تعالى للرايت سايد، رايت سايد في 2 باراجراف، ماشي. انا بس عدلت ال HTML، زودت الباراجراف شوية، خليته ازيد. وتعالى نعمل ريفرش عشان نشوف التطبيقات بتاعت ال HTML. اهم حاجة ريفرش ريفرش ريفرش. طيب هو اكيد ما حصلش اللي في بالي. تعالى نشوف ايه الغلط اللي حصل. هل هو قاري الكلام ده اصلا؟ لا هو بيقول لي صفر، يعني صفر رولز، قاري 23 رولز. تعالى نكمل. هنروح للرايت سايد ونروح للباراجراف اللي جواه ونقول له الكالر بتاعك. طيب احنا لو جينا شفنا الكالر صح، هنلاقي ان الكالر ده بتاع ال H2 هو ال AAA. اللي هو ده صح؟ اه صح. وهنرجع للتنسيق ده تاني، انا بس عايز اوضح اللي ايه اللي بيحصل هنا، الدنيا اللي بتحصل هنا دي. طيب الفوكس التراس فرينجز دي مش تبعنا تقريبا يعني، وهنعرف ايه مشكلتها يعني. وده الباراجراف وده اللون بتاعه. طيب الفوكس التريكس فرنجينيا دي تعال نعرف جت منين. طيب ده الفيرست سيكشن، احنا مالنا بيه بقى؟ ده تاني سيكشن، الديف ده مقفول، الديف ده مقفول، والديف ده مقفول، وده تاني سيكشن مالناش دعوة بيه. طيب واحد يقول لي اه مشكلة في الفلوت، شيل الفلوت. رجعت فعلا. طيب واحد يقول لي حطها واعمل كلير بوث، هل حصل اي حاجة؟ لا ما حصلش اي حاجة. طيب كلير رايت كلير ليفت، ما انت لسه عامل بوز اصلا يعني. هيقول لي اه والله بص، هو انت عامل اصلا فلوت ليفت للاتنين، ده الليفت سايد، فين الرايت سايد؟ خليني بس اجرب كده، هو ما حصلش اي حاجه. طيب يقول لي فلوت ليفت، ما
ما حصلش اي حاجة. بلاي اونلاين داش بلوك، عمل حاجة ما عملش اي حاجة، وشلت دي رجعت. يبقى انا ما كنتش محتاج اصلا غير ان انا اعمل فلوت لايه، لواحدة بس اللي هي الايه الليفت سايد، والرايت هيجي جنبها. اما انا هفلوت الاثنين ليه؟ طيب ده الاثنين باراجراف، خلينا كده نيجي بقى للليفت سايد او للفيرست سيكشن كله. هو ايه اللي حصل؟ ملناش دعوة باللي حصل ده. First section هديله height 30 VW عشان تشوفوه بس بالطريقة دي كده. واحد هيقول لي بص في ده مش 30 VW، ده اقل من كده. اقول لك جميل جدا، تعالى بس نعمل التنسيق بتاعنا. والله ال first section ال left side انا شايف ان ال width بتاعه 20% من توتال يعني لو ادينا له 40% مش بطال. بصيت هنا هتلاقي الكلام ده كده وهقول لك ليه. طيب لو جيت تاني اديت على سبيل المثال للرايت سايد 30%، انا بدأت ازهق من البتاع ده فعلا يعني. طيب فجيت اديتها ويت 40%، فبقى عندي 40% و40% 80%، قام نازل لي تحت هنا. هنا بقى لازم ان انا اجي ان انا اعمل ايه، اقول له بقى لا بص فلوت رايت انا حددت لهم ويتس وهايت، خلاص ويتس قصدي والهايت للسكشن. تلاقي بص في جاب كبير قوي في النص، فخلينا نقول 45%، فبقت بالشكل ده اللي انت شايفه ده. تمام. طيب فهاجي بقى للليفت سايد لل H2 اقول لها ايه، تعال بقى نعمل التنسيقات بتاعتنا زي ما احنا عايزين. الله بص والله انت كورد بريك اعملي بريك للاول للورد، هتكسر لك من اول الورد. تمام. فال H2 انا محتاج اصغرها شوية، تكون تويت اخليها لايتر عشان ترفع، فبقت اصغر بالطريقة دي. طيب اقول لها كاويتس انت 100 بكسل لا تسوي اكتر من هيك، وليه 150 بكسل هو كويس قوي 10 اي ام. وطالما احنا استخدمنا في 100 ففعلا خليها في 100. طيب تعالى نبص للموضوع ده. لاحظ ان هنا في تكست ترانسفورم ابر كيس وفي لاين هايت تقريبا 1.5 وفي لتر سبيسنج هو تقريبا هو مفيش كل ده هناك، يعني احنا كلنا بنعمله اصلا عشان شكل الخط مش اكتر. 3 بكسل او 4 بكسل، ونزود المساحة دي شوية عشان احنا كده ظلمناها قوي. واحد يقول لي اديها 100%، لا هي اللي ظلمتنا كده يعني. 90 بقت على 3 سطور، انا عايز على سطرين بس. اه نفس الموضوع بالظبط اهي، بس احنا مكبرين كمان الخط شوية اهو، خدوا في بالكوا ده. تمام. طيب واللي فوق بقى اللي هي ال H1 هي جاية ميكانس دي على سطر واحد وكلمتين تحت. فاحنا كل اللي هنعمله هنا في ال H1 هنديها لاين هايت 1 و4 و3، وهنديها ويت 10%.
15 20 85% مناسب بالطريقة دي كده. طيب ليه بقى؟ أقول لك تعالى بص، يعني إلى حد ما هي مناسبة، ممكن دي مساحة 90%. بص لما تبتدي تدي الحاجة حقها بتظلمك هي. طيب ماشي شكرا. وممكن ادي بادنج من فوق وتحت بيكسل 10 بيكسل من تحت بس عشان المساحة، وكذلك البادنج ده هنا بس هيبقى من فوق. تاتا عملنا نفس الشيء لكن هي طبعا جوه شوية، يعني بص المسافة من هنا من هنا، لا في اكتر اكتر بكتير. طيب يعني انا ممكن اجي الفيرست سيكشن بس عشان انا عايز اخليهم على خط واحد. يعني ايه؟ هو مش مخليهم على خط واحد. تقول لي اه ده انت هتعدل على التمبلت كمان، اقول لك اه عادي ممكن تمبلت عادي اعدل عليه. بص كده هيبقوا على خط واحد. هتقول لي اه طب وهناك؟ اقول لك بص انت بنفسك مش هتلاقيهم على خط واحد. بص دي هنا ودي كده، فهو ده شكل التمبلت. فاحنا بنعمل شكل التمبلت، فاحنا نعمل زي ما الراجل ده قال. هتيجي تقول لي اه بص الموضوع بقى ماشي ازاي. هتدي 45% الليفت والرايت 40%، 40 45 يبقى 85، يبقى لنا 15%. فممكن ادي مارجن رايت زي ما بنعمل، بس احنا ما استخدمناش رايت وليفت من الصبح. فمن فوق من هنا 5، خليها 5% عشان نعمل حساب المسافة الزيادة. 5% 0 لأصفار على طول. ممكن تشيل البكسل عادي جدا، ومن تحت 0 ومن الشمال 0. وناخد دي نحطها للليفت سايد نفسه، بس المرة دي هتكون فين؟ فوق يمين تحت شمال. واحد يقول لي اه طيب رجع بيكسل كده ولا فرقت في شيء. واحد يقول لي اه لا ده احنا عايزينها بادنج، مش هقول لك لا. طيب هو تقريبا اه ماشي نجرب كده برضو، ما حصلش قيدها اي حاجه. طيب لو انت عايز تعمل الحركه دي، خليني يعني مثلا لك 5% ده من فوق وتحت 0، ده يمين وده شمال. طيب قلل دي كده ما حصلش اي حاجه، زودها ما حصلش اي حاجه. تمام كذلك في المارجن لما جربناها كان كذلك. طيب المشكلة هنا في ايه بقى؟ المشكلة ان انا بعمل الفيرست سيكشن اصلا نفسه مش الرايت والليفت. ايه علاقة الرايت والليفت اصلا؟ موضوع الليفت والرايت انا عاملهم عشان حاجات عندي انا نفسيا يعني. فالفيرست سيكشن نفسه، طيب لو اديته بادنج من فوق وتحت 0 بكسل ومن يمين وشمال 5% من هنا و5% من هنا، عمل لي اللي انا عايزه. تمام؟ ما عملش اللي انا عايزه قوي يعني، بس لو جينا قارنا اه لا عمل لي اللي انا عايزه. خمسة في المية وخمسة في المية هنا، سبعة في المية سبعة في المية هنا، ده كده الـ14. تمام؟ فأنا كده فاضل لي تقريبا 1%، وده مش صح. أنا المفروض أسيب مسافة آمنة 6% كده عشان ما يقربوش من بعض قوي. وهنا ويتس الـ H2 أخليها 99. طب 100% مش هتعمل لي اللي أنا عايزه. فأنا كده سببت في مشاكل لو ما حسبتش مسافة الشيء.
فانا هشيل الويتس اصلا من هنا واخلي الوند الفونت 1.5، فايه بقى كلمتين فوق وكلمة تحت، او كلمتين فوق وكلمة تحت زي ما انا عايز. الفوق مظبوطة مفيش اي مشكلة، نفس المسافة ما بينهم تقريبا، اتبقى بس الاتنين باراجراف ان هما يبقوا بالطريقة دي. طيب الباراجراف هنا شباب عشان اظبطه بطريقة كويسة، فانا عندي اتنين باراجراف. الباراجراف ككل انا عايزه نفس الفونت، مشترك في الفونت، فونت فاميلي اريال. طيب وعندي كمان في مارجن من فوق وتحت 10 بكسل، ومن شمال ويمين 0 بكسل. عشان افصلهم من بعض، في بادنج عايز احط هوامش من فوق وتحت 15 بكسل 0 بكسل عادي بالطريقة دي. الفونت سايز بقى 1.5 EM بس كده، يبقى نفس حجم ال H2 صح؟ احنا ممكن نعمل كده ويبقى بالطريقة دي. ناقص له حاجة واحدة بس، وهي ايه؟ ازود لتلاتة EM، ازود line height بالطريقة دي تاتا، وازود word spacing عشان احاكي الخط اللي هناك، واحد او اتنين بيكسل مش هتضر. الليتر سبيسنج اعمله 3 بكسل عشان ابقى خدت 5 بكسل كلها، وكده انا افورت قوي بصراحة. بس يعني احتاج هنا اقلل ايه بقى؟ احتاج اقلل الخط، لا الخط بيتقري فمش احتاج ان انا اقلله، تمام؟ فهحتاج اقلل يا اللاين هايت 1.4، يا الورد سبيسنج عالية جدا، فاجي ابص من هنا لهنا يعني حكينا الشكل بالطريقة المطلوبة، بس احنا اللون عندنا اغمق شوية. بس الباراجراف الاول ما فيهوش البادنج ده، طب انا اجيب الباراجراف الاول ازاي؟ عادي هو فيرست تشايلد، اقول له البادنج عموما 0، فيرجع الاتنين الاول محاكي الكلمة اصلا. فنيجي نبص للشكل هنلاقيه بقى قريب من اللي هناك، تمام. طيب وممكن كمان اديه نفس لون ال H2، بس انا كده ايه بطول، بس عادي مفيش مشكلة. 48 48 48، وكاد اللون بتاعنا. طيب انا عايز اعرف حاجة، فونت ويت لايتر، وطالما لايتر يعني قل، يعني انا ممكن ازود نص في هنا ونص هنا عشان احاكي الموضوع. بين الحروف بقت كتيرة قوي بصراحة في الاريال، يعني مش مستحسن تعملها بالطريقة دي، ومحتاج اخلي شكلها احلى بان انا اخلي بين كل حرف وحرف حرف كابيتال. اقول له تكست ترانسفورم كابيتالايز، تعال نشوف نفس اللون ولا لا. 3 6 اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. وتاتا خلصنا السكشن التاني من التمبلت بتاعنا بطريقة لطيفة جدا. ناخد الكود ونحطه عندنا هنا، في ورنينج هنا
don't use empathy rules. لا براحتي عادي، مشكلة.